أول جوازة ليكي كنتي لسه صغنونة كنتي تحت سن العشرين سنة. لا كنت 15 واتخطبت 15 وكتب كتابي 16. ظلمتك ماما، ظلمتك بدري أو أنت ظلمتي نفسك؟ لا هي جوزتني عشان أبقى معاها وجنبها في البيت، ما أقولش عايزة أشتغل، ما أقولش عايزة أروح، مش كده. واشترطت على الزوج إن احنا نعيش معاها في البيت، في البيت. يعني ده قبل ما تشتغلي ممثلة؟ قبل الممثلة. قبل ما تشتغلي ممثلة اتجوزتي الفنان السوداني إبراهيم خان؟ لا 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 مش قبل. الأول أول واحد كان الأستاذ حلمي بكر. أول جوازة ليكي الأستاذ حلمي بكر؟ كان الفنان حلمي بكر وكتب كتابي، وهو وافق إنه نعيش مع ماما في البيت لأنه كان عارف ارتباطي بماما قوي قوي يعني وكده، وكان بيحبها قوي وهي كانت بتحبه قوي، فهو الوحيد اللي وافق إنه هو يقعد في البيت. هو أول جوازة والوحيد اللي وافق يعيش في البيت عند ماما معاكي. وهو قال في حوار لي بالصوت والصورة إنك أنتي أكتر واحدة حبها من زوجاته الـ13. ما شاء الله هو من بعدك برضو. كنتي أول جوازة لي؟ كنت أول جوازة. حلمي بكر أول جوازة ليكي لعيلة عندها 16 سنة، تطلب العصمة تبقى في إيدها إزاي؟ لا بس مع حلمي العصمة ما كانتش في إيدي، أنا ما كنتش لسه، أنا هم كتبوا كتابي وأنا مش قاعدة حتى معهم، ده جدي وماما وكده كانوا اللي بيكتبوا الكتاب، أنا ما كنتش لسه أفهم حكاية العصمة دي. اللي مكتوب كله على الإنترنت لا إن كانت العصمة في إيدك مع حلمي. مع حلمي؟ لا لا. أمال كانت مع مين؟ معاه هو.